إنها تكون ساعة، وراح ناخذكم إن شاء الله في جولة ممتعة في عالم 360 degree. معكم دكتورة هنادي المباركي، استشاري بيئة ابتكارية وريادة أعمال، مستشار ومحكم دولي لتطوير الأعمال. بالنسبة حق المجموعة اللي حضروا معاي المرة اللي فاتت، خلينا فيهم جولة تفصيلية في عالم 360 degree models، لكن اليوم راح ناخذ من منظور آخر، برسبكتيف آخر، بالنسبة حق مقاييس النجاح في ظل إدارة الأزمات. أي من الحضور عنده أي استفسار أو يعني فيدباك على المحاضرة، يقدر يراسلني على الإيميل مالي اللي هو drmubaraki@life.com. أستقبل منكم أي فيدباك أو أي معلومة نقدر نفصلها فيما بعد. راح يكون بإذن الله عندنا اليوم بريك 10 دقائق بعد ما نخلص 25 دقيقة من المحاضرة. راح أعطيكم 10 دقائق ترتاحون فيها، وهم إذا كان عندكم أي استفسار أو أي شيء تقدرون تدزونه باي إيميل على الجزء الأول من المحاضرة. سمحوا لي، العلم في حد ذاته هو باللغة الإنجليزية، وأنا قاعدة أحاول كثر ما أقدر إن يعني أسهل الأمر لكم وأبسطه عن طريق يعني الأمثلة البسيطة وعن طريق الترجمة البسيطة. فيما بعد اللي يحب يعني يتخصص في هذا المجال أو يتخصص في هذا المنظور أو الموديل، لأن هذا موديل متكامل، لا السيستم ماله والبلاتفورم، لا شهادات معينة باعتباري أنا مستشار أدفايزري لي أكسس على هذا البرنامج. يعني ممكن أن ندخل فيه بالتفصيل أكثر وأكثر. اللي قاعد أعطيكم إياه أنا حنقول يعتبر هو يعني مفاتيح بسيطة أخذكم فيها إلى عالم 360 ديجري، أن تطلعون عليه وتضيفون إلى يعني ثقافاتكم هذه الثقافة الجديدة أو الموديل الجديد. طبعاً فقط للعلم، هذا الـ 360 ديجري هو موديل مطبق دولياً، لا مستشارين مداير العالم يستخدمونه في مجالات كثيرة بما فيها الكرايسيس، بما فيها ديفرنت سيكتور. حالياً راح أخذكم إن شاء الله معاي في هذه الجولة عن طريق اللايف ويبينار، وأشكر حضوركم مقدماً ويعني وحرصكم على الاستزادة المعرفية. طبعاً قلنا أول شيء راح نسويه إن إحنا راح ناخذ أن أوفر فيو على 360 ديجري. أوكي، بعدين راح ناخذ السكسس via crisis management. السكسس through crisis management راح يكون عن طريق راح ناخذ الميثودولوجي، وبعدين راح أعرض عليكم مجموعة من التولز الفعالة الممتازة اللي تقدرون تطبقونها. وبعدين راح ناخذ الاكشن بلان سمري فورمات فور ذا اكشن بلان. اوكي، ال 360 ديجري ان اوفر فيو، استسمح بس اللي حضروا معانا المره اللي فاتت المجموعه يمكن يعرفون يعني عندهم فكره عن الاوفر فيو مع ال 360 ديجري. يوم عرضها بطريقه مختصرة، بس يعني تحملونا على الإعادة البسيطة حق الحضور الجدد، لأن هذه تعتبر لايف ويبينار تختلف عن اللي قبلها، ولكن مكملة، ولكن هي تحت مظلة 360 degree models or perspective or view. 360 degree عبارة عن ينقسم حق 4 challenges، شكله راح يكون على شكل دائري.
تم اختيارهم 360 ديجري، هو عبارة عن زاوية 360 درجة. المقصود منها أن الإنسان يقدر يطالع الوضع من جميع الجوانب، ما راح يخلي ولا جانب من الجوانب اللي يكون مطلع عليه. لذلك سموه 360 degree models، أن أنت قاعد طالع من كل الاتجاهات. الموديل ينقسم إلى 4 challenges، معنى كلمة challenges اللي هو التحديات. طبعاً الإنسان في حياته كلها يحصل على تحديات كثيرة، إذا حاول أنه هو يتغلب على هذه التحديات، إذا حقق الأوتكمز المطلوب وقلل نسبة الريسك اللي موجودة. The first challenge is the concept. الكونسبت اللي نتكلم عنه يعني هو أحد التشالنج. تشالنج 2 is organization. Organization, how we establish strong organization. Organization, it's mean ministry, it's mean country, it's mean company. It's not only for the business. This model is not only valid for the business, just for your considerations. Not only the business people implement this one, no. Everyone can, the practitioner, academia, funded organization, any organization through the world can implement this models. The third challenge is customer relationship, then the fourth challenge is operation. The four challenges is the concept اللي تكلمنا عنه قبل شوي. We will attract the concept creating demand. We need attractive concept. We cannot implement any concept. We need some attractive concept lead us for high demand. And then organization, we're building teams and partnerships. What do you mean by organization? We need to build some good teams and partnership, whether it's local partnership or international partnership. Regarding for the customer relationship, we will find the valuable client, finding the valuable client. And the operations, we will making a money, okay? Not it's only making money, making a money and high impact, social impact or economic impact.